على 50% النهاردة. طبعا الأرقام لما خلصنا فوق الحاجة و60%، كل دي أرقام النهاردة كانت موجودة أمام المصريين. ولكن زي ما بقول لحضراتكم، الانتخابات الرئاسية ليست دواء للأمراض المصرية خالص خالص. الأمراض المصرية السياسية والاقتصادية موجودة ومحتاجة حلول، وأرجو أنه يكون في حد حاطط خطة وحاطط، وأكيد ده موجود طبعا، أنه الحلول دي تتعمل في الست سنين اللي جاية، لأنه في أشياء كثيرة مش هتاخد سنة ولا اتنين. حضراتكم طبعا بتزعلوا من اللي بقوله، إنما في حاجات مش هتتحل بكرة، وبالمناسبة ولا عمرها كانت هتتحل بكرة. محتاجين عمل كثير جدا، محتاجين تغيير كبير جدا، وإلا الأمور هتفضل ليه علاقة بظروف خارجية ملهاش علاقة بينا. يعني أي شيء يحصل برا يأثر علينا، انت ما يبقاش عندك القدرة على انك انت تغير، انت تتغير. معنا الدكتور عاطف سعداوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والخبير في الانتخابات. دكتور عاطف، شفت الأرقام ازاي؟ مساء الخير يا أستاذ عمرو. أنا أولا حابب أهنيك، لأنه يعني تقريبا حضرتك الوحيد اللي توقعت إن احنا نعدي نسبة أو حاجز 50% كمشاركة، اللي تقريبا ما حصلش قبل كده غير مرة واحدة، فوصلنا لرقم غير مسبوق. يعني أعتقد 66.8 دي أعتقد رقم يعني غير حتى قابل للتكرار، أتمنى دايما يتكرر على طول ويزيد، بس يعني هو يعتبر إنجاز، وكان إنجاز الانتخابات الأكبر. فدي أول قراءة اللي هي نسبة المشاركة، إن نوصل لهذا الرقم في هذه الظروف وفي ظل توقعات إن احنا ننزل عن الانتخابات اللي قبلها، فده حقيقي إنجاز وحقيقي يحسب للشعب المصري، إنه هو عبر بيه عن موقف سياسي واضح، عن كلمة واضحة ووجهها للخارج قبل ما يوجهها للداخل. فتحية كبيرة جدا جدا للشعب المصري على هذه النسبة، وأتمنى أنها تكون بداية لتغيير ثقافة الانتخابات عندنا، ثقافة التصويت عندنا، إن احنا نطلع بكثافة لكافة أيام الانتخابات، مش بس في آخر يوم. المرة دي تغيرت المسألة، أول يوم كان هو الأكثر. دكتور عاطف اتفضل. إذا ما كانتش ذاكرتي تخني، حضرتك كنت شايف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيحصل على 95، وأنا قلت لك تحت 90، فاكر ولا مش فاكر؟ لا فاكر طبعًا، ودي النقطة التانية اللي كنت هتكلم عليها، وعلى فكرة أنا كتبتها، إن أنا خسرت الرهانين قصاد حضرتك، يعني خسرت رهان نسبة